الأستاذ عبد الرحمن الصالحي أبو محمد، مساك الله بالخير. يا دكتور إبراهيم كيف سلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله أبو محمد. أهنيكم وأهنيكم على هالإبداع بهالقناة الرائعة. جزاك الله خير. والبرنامج الرائع، الله يسعدك. وبارك فيك، وشلون الجماعة؟ والله تمام الحمد لله. أنا شلون أهل القصيم؟ عساهم طيبين؟ أوه تمام، بشركم برادات بدل. شلون أبو صالح وربعه؟ لا بشرك الأمور زينة. طيبين؟ بدل الفجر. تمام، تجي تفطر معنا بخص يا دكتور. والله ودي لكن خلشت لجشت بشرب الخير. اي والله اقول لجشت يا ابو محمد. سمت. ابدا وعدك ان احنا بنزوركم ان شاء الله. ان شاء الله، الله يحييك. اي لانكم انتم الظاهر تولعون الضوء كل يوم بعد الفجر وحر الايام هذه، خلي يجي البراد. سامي يا دكتور، لا بنفطرك معنا بخص. بعد والله ما ينعاف، ترى فطور اهل القصيم ما شاء الله مميز. بس تدري وش هو البخص يا دكتور؟ البخص خف البعير. لذيذ يا دكتور والله لذيذ. اقول خلك ابو محمد. شوف يا ابو محمد، انا 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 اشوف سنابك اسلم، وذكرتني بموضوع حلقتنا اليوم. حقيقه في بيتنا حزين، بعض الناس بعد التقاعد، بعض كبار السن يجيهم امراض، وانا جاتني حالات من اناس يعني بعد التقاعد بعد الخمسين والستين، وجاهم حالات اكتئاب وحالات ضيقه. نعم. وش طيب. انت من واقع معاشرتك مع كبار السن ما شاء الله عليك، وش ترى كيف يعالجون كبار السن الحزن في حياتهم؟ تفضل. والله يا دكتور انا ودي بصراحه قبل اني احط اللوم عليهم هم، انا ودي انه لو يكون في جمعيات او تفعل جمعيات المتقاعدين. لا مفعله الحمد لله الجمعيات على مستوى المملكه، ما شغاله ما شاء الله. شغالة لكن يعني بمناطق ومناطق لا، يعني مفعالة. يعني أنا ودي نتفعل أكثر، يحط لهم نوادي، يحط لهم أماكن، لأن كبير السن دائما يكون يصحي من قبل الفجر يقل نومه الرجل، كل ما زاد بالسن كل ما قل نومه. طيب انا ودي اسمع منك الان اشارات حق بعض الحريم الان العجائز اللي تابعونا، كيف تتعامل مع زوجها؟ لان قاعد على راسه، من يقعد قاعد على راسه. الله المستعان. اقول هذو قاعد على راسه مره. لا هو المفروض هو المشكله الرجل انه بنفسه الرجل او الموظف انه ما يتهيئ نفسه لما بعد التقاعد. جميل. يعني المفروض انه قبل التقاعد بسنتين يكون له مثلا يا مشروع يطجز فيه، يوسع صدره المقصد فيه، لو مثلا مزارع صغيره، استراحه، بانقلات، يقضي وقته، او انه يروح المجموعه من اللي حول سنه او بسنه يكونون أصدقاء بحيث أنهم يكملون رحلات. أنا عارف عندنا بالقصيم فيه مجموعة يطلعون تلقاهم 12-13 واحد، أصغرهم 62 سنة. ذكرتني أنت، عندنا جماعة بالحسا أيضا في أصحاب الكشافة ما شاء الله عليهم الرواد هؤلاء. نعم. أعمارهم يعني أقل واحد يمكننا 65، وما شاء الله عليهم نشاط وحيوية وروحة وجية. نعم. وهذا اللي أنا أبي أنهم يكونوا مثل جروبات، يروحون جميع، يجون جميع. جميل. كل شيء يتقسمونه بيناتهم. يعني هم مشكلتهم التخطيط ما قبل التقاعد، ما في تخطيط للأسف. يعني جميل. يتفاجأ أنه يقوم الصبح، يعني تصور أخذنا 40 سنة على أنه يقوم الصبح يروح يداوم، يتفاجأ يوم من الأيام يقوم الصبح ما يروح يداوم، يبلش بروحه وين يروح، فيحط حرته بالبيت، طفوا هذا، زينوا هذا، عدلوا هذا، ليش هذا كذا، ليش هذا كذا، الصبح فاضي ما تعلم. الله يفتح عليك. هذا الشيء أنا أتمنى. أنا بقول شيء يا أبو محمد. سمي. أذكر في أحد الكتب قرأت فائدة كانت جميلة جدا، ألا وهي تقول لا تهمل هواياتك في الصغر والشباب، فهي قد تكون مشاريع استثمارية في الكبار. نعم. فالهوايات مهمة للإنسان أيا كان نوع الهواية، ما دامت طيبة وتشغل وقته. ولذلك القاعدة الثانية تقول ما أروع أن تنفق المال في
تسلية جسمك وروحك بدل أن تنفق المال في علاج بدنك. صحيح الله. يعني صحيح. ما أروع أن تنفق المال. يعني بعض الناس مثل ما ذكرت أنت، أنا أرى أشوفك كل يوم عندها الشبان رايحين بعض المزارع ورايحين، أنا أقول ما يمنع الواحد، يعني أنتوا بالقصيم والحسا عندنا متشابهين، يعني عندما تحط لك نخل أو مزرعة بسيطة أو تتسلى في بعض الحلال أو غيره، ترى هذا قد يكون بعض الناس خسائر. لا والله ما هي خسائر، لا هي خسائر. أقول غيرك قاعد ينفقها في علاج جسمه، صح ولا لا؟ وهذا الصحيح. وأضرب مثال، أنا أبونا الله يطول بعمره ومبارك القديم وبالصيد آمين مزارعهم، وهم اللي يشتغلون بنفسهم. الناس يحطون اللوم ممكن على عيالهم، وين عيالهم يخدمونهم؟ هم عيالهم ما قصروا، هم اللي رافضين أن عيالهم يشتغلون معهم. نقول نجيب لكم عمال يشتغلون عنكم، قالوا لا. وش السبب؟ شوفوا شلون إدراك. قالوا السبب لو جبت لي عامل واشتغل عن بالمزرعة أنا راح أقعد على الفراش، راح تعقد رجليني، راح تعقد ركبي. يا سلام. فأخذ من المسألة هواية، أخذ من المسألة أنه يدري أنه هي صحته، الحركة بصحته. طيب رسالة أخيرة يا أبو محمد، شو تقول يا سيد عبد الرحمن؟ رسالة أخيرة. أتمنى من الأبناء أو البنات، أيوة، أتمنى من جميع الأبناء والبنات، إذا تقاعد أبوكم الأب دوروا له، ابحثوا له أي مشروع من أجل إشغال وقته فيه، لا يجيها الاكتئاب، لا يجيها ينصدم، يا سلام، يكون حزين العائلة بعد ما يكون، بعد ما كان هو الأب الحنون الملم للعائلة، يكون الرجل هو الحزين بالعائلة. الله يجزاك خير سيد الرحمن. يا أولاد سعادة أبيكم في تدوير أي عمل لبوكم. شكرا لك يا سيد عبد الرحمن. لا شكرا، مبدع شكرا دائما ومتميز. الله يسلمك، نلقاك بإذن الله تعالى. يا هلا والله، حياك الله يا دكتور. شبكة المجد، القنوات الآمنة للأسرة.